السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ محمد من قناة العلم والمعرفة، إذا مع حلقة جديدة أو درس جديد يخص مادة علوم الحياة والأرض. إذا موضوع درسنا أو حلقتنا اليوم يتعلق بنظام التقويم التربوي لمادة علوم الحياة والأرض. باللغة الفرنسية لو سيستم ديفالياسيون بيداغوجيك بور لا ماتيير دو اس في تي. إذا بالنسبة للتقويم الذي من خلاله يمكن تحديد مستوى التعليمي للتلميذ وهو ثلاثة أنواع، أنواع التقويم التربوي ثلاثة أنواع. الأول التقويم التشخيصي الذي يكون قبل التعلم. الثاني النوع الثاني من التقويم هو التقويم التكويني الذي يكون خلال بناء التعلمات أو خلال التعلم. التقويم الإجمالي أو التقويم النهائي ويكون بعد التعلم. باللغة الفرنسية il y a trois types d'évaluation. La première c'est l'évaluation diagnostique. La deuxième c'est l'évaluation formative. Et la troisième c'est l'évaluation sommative. إذا بالنسبة للتقويم التشخيصي أيها الإخوة الكرام أو أيها التلاميذ الأعزاء يقوم به الأستاذ في قبل إنجاز المجموعة أو الوحدة أو الدرس أو في بداية السنة، طبعا يكون عبارة عن مجموعة من الأسئلة أو التمارين الكتابية والشفوية التي يطرحها على التلاميذ، من خلالها طبعا يقوم باستحضار المعارف والمكتسبات القبلية التي اكتسبها التلاميذ من خلال الدروس أو من خلال السنوات السابقة أو الدروس السابقة، بالإضافة إلى أنه يقف على مكامن الضعف والقوة على مستوى تعليمي لكل تلميذ، وأيضا إذا يحدد نقطة الانطلاق التي سوف يبدأ من خلالها الدرس. هذا بالنسبة للتقويم التشخيصي. أما بالنسبة للتقويم التكويني فهو يكون خلال التعلم أو خلال بناء التعلمات لدى التلميذ، مثلا من خلال بناء مثلا فقرات الدرس تكون هناك مجموعة من الوضعيات التعليمية التعلمية التي تسمى باللغة الفرنسية سيتياسيون دابرونتيساج. الأستاذ يبرمج طبعا خلال هذه الوضعيات مجموعة من الأنشطة التربوية والتكوينية التي من خلالها التلميذ يبني تعلمات وبالتالي يبني درس الذي يريده الأستاذ. إذن هذا التقويم يلازم جميع الوضعيات التعليمية التعلمية ويلازم جميع مراحل الدرس، يعني يكون مستمر، فلهذا يسمى تكويني لأنه يساهم في تكوين وبناء التعلمات لدى التلميذ. أما بالنسبة للتقويم الثالث هو التقويم الإجمالي. التقويم الإجمالي طبعا أو النهائي يكون عند نهاية المجموعة أو الدرس أو الوحدة، إذن يعني يكون بعد التعلم. إذا هذا التقويم الإجمالي طبعا يتوج إما بفروض محروسة أو امتحانات إشهادية، من خلالها طبعا الأستاذ يقوم بتحديد مستوى التعليمي لدى التلميذ من خلال طبعا تقويم لفظي أو تقويم عددي. تقويم لفظي يعني مثلا حسن، ميزة حسن، مستحسن، ضعيف إلى آخره، وأيضا تقويم عددي من خلال إعطاء نقطة 15 19 4 3 إلى آخره. إذا بالنسبة لهذه الأنواع ديال التقويم تنظمها وتؤطرها مجموعة من الأطر المرجعية والمذكرات الوزارية. سوف نأخذ نموذج كمثال. مثلا المذكرة الوزارية رقم 190 لتنظيم المراقبة المستمرة لمادة علوم الحياة والأرض SVT Science de la vie de la terre. إذا المراقبة المستمرة هي نوع من أنواع التقويم التربوي. إذا هذه المذكرة طبعا المحتوى ديالها يتضمن مثلا عدد الفروض، مواقيت ومواعيد الفروض، وأيضا مواصفات الفروض المحروسة ومضامين الفروض المحروسة والمحتويات ديال الفروض المحروسة وكل ما يتعلق بالجانب التنظيمي ديال الفروض المحروسة. بالإضافة إلى ذلك أيضا يتضمن الأنشطة المنزلية أو الصفية، والصفية التي يقوم الأستاذ بإنجازها عفوا مع التلاميذ سواء داخل الفصل أو في المنزل. بالإضافة لأن هذه المذكرة تتضمن كيفية حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة وفق الصيغة الموجودة أمامنا. ما يجب أن يعرفه التلاميذ أن بالنسبة للإعدادي عندكم ثلاثة مستويات، المستوى الأولى إعدادي والثانية إعدادي والثالثة إعدادي. إذن بالنسبة للسنة الأولى والسنة الثانية ما عندكمش امتحانات لا محلية ولا جهوية، ولكن بالنسبة للثالثة إعدادي عندكم امتحان محلي بالنسبة للدورة الأولى وامتحان جهوي بالنسبة للدورة الثانية. يعني بالنسبة للسنة الأولى والثانية عندكم فقط معدلات المراقبة المستمرة سواء بالنسبة للدورة الأولى أو الدورة الثانية، يعني بالنسبة أعيد بالنسبة للسنة الأولى والثانية
كاين فقط معدلات المراقبة المستمرة. وبالنسبة للسنة الثالثة إعدادية بالإضافة لمعدلات المراقبة المستمرة بالنسبة للدورة الأولى والدورة الثانية كان هناك امتحان محلي وإشهادي. طبعا هذه الفرصة أن التلاميذ كيطرحوا لنا مجموعة من الأسئلة، أستاذ شحال عندنا نفرض وشنو هي الأنشطة الصفية التي سوف نقوم بها أو يتم تقويمها إلى آخره. إذا بالنسبة للإخوة والتلاميذ الأعزاء بالنسبة لعدد الفروض عندكم سواء بالنسبة للسنة الأولى إعدادية أو الثانية أو الثالثة وسواء بالنسبة للدورة الأولى أو الدورة الثانية عندكم جوج فروض كتابية محروسة داخل الفصل، جوج فروض كتابية محروسة داخل الفصل بالإضافة إلى نقطة الأنشطة الصفية والمنزلية. إذا هذه النقطة ديال الصفية والمنزلية الأستاذ عنده واحد الاستمارة أو واحد الشبكة من خلالها طبعا يقوم بإنجاز مجموعة من الأنشطة سواء داخل الفصل، مثلا الأنشطة التي ربما ينجزها التلميذ داخل الفصل مثلا لقيامه مثلا بتجارب، مناولات، المشاركة، المواظبة، السلوك، القيام بإنجاز الرسوم التخطيطية، مثلا نقطة المرتب أو الدفتر، هذا بالنسبة للأنشطة الصفية. وأيضا يمكن أخذ أيضا الأنشطة المنزلية مثلا التلميذ أو التلاميذ فرادى أو مجموعات يقومون مثلا بعروض أو بحوث أو فروض منزلية، إذا هذه كلها تدخل ضمن الأنشطة المنزلية. وأيضا قد تحدثنا عن الأنشطة الصفية، الأستاذ أعيد مرة أخرى لدي شبكة يقوم بتقويم أو بجمع جميع علامات هذه الأنشطة الصفية والمنزلية ويستخرج منها معدل يسمى بمعدل الأنشطة الصفية والمنزلية. إذا بالنسبة الآن سوف نأتي إلى كيفية حساب مثلا معدل الفروض. بالنسبة لمعدل الفروض أيها التلاميذ الأعزاء، مثلا إحنا قلنا عندنا فرضان كتابيا، عندنا الفرض الأول والفرض الثاني لجميع المستويات وجميع الدورات سواء الأولى أو الثانية، يعني الأسدس الأول والأسدس الثاني. مثلا نفترض مثلا تلميذ الفرض الأول مثلا السنة الأولى إعدادي الأسدس الأول أو الدورة الأولى جاب في الفرض الأول 12 وفي الفرض الثاني جاب 10. إذا واشنو غادي نديرو باش نستخرجو معدل الفروض؟ كنجيبو 12 زائد 10 شحال هي؟ 22، ونقسمو على عدد الفروض شحال؟ واحد، واحد جوج، إذا 22 قسمها على جوج هي 11، إذا هاد النقطة 11 هي اللي كتبت لنا معدل الفروض، إذا بعد هذا إن شاء الله سوف أحدد لكم كيف يمكن تحديد أو حساب المعدل الدوري من خلال مذكرة الوزارية للمراقبة المستمرة. معدل المراقبة المستمرة غادي يلزمكم في السنة الأولى والثانية والثالثة إعدادي. إذا يحسب وفق الصيغة التالية، مثلا معدل الفروض اللي تحدث لكم كيفاش كنحسبوا معدل الفروض الكتابية، دابا غادي نقلبوا على حساب المعدل الدوري كاع ديال الدورة، كيفاش كنحسبوا ديال مادة علوم الحياة والأرض. إذا كناخذ معدل الفروض الكتابية مثلا هنا 11 كنضربوا في 3 زائد معدل الأنشطة الصفية والمنزلية اللي جمعها الأستاذ واستخرج منها معدل في 1، الكل مقسوم على 4. إذا من خلال هذه الصيغة أو هذه المعادلة نستطيع حساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة. إذا بعدما قمنا بحساب المعدل الدوري للمراقبة المستمرة ووريتكم المعادلة كيفية الحساب، إذا لاحظتم معي أيها الإخوة أو التلاميذ الأعزاء واحد الملاحظة، معدل الفروض الكتابية 3 المرات، أما معدل الأنشطة الصفية والمنزلية في 1. إذا نستخلص أو نستنتج من خلال هذه المعادلة بما أن معدل الفروض الكتابية كيدير 3 المرات، يعني كيمثل معدل الفروض الكتابية المحروسة نسبة 75%. أما بالنسبة لمعدل الأنشطة الصفية والمنزلية في 1، إذا كيمثل يالله 25% نسبة معدل الأنشطة الصفية والمنزلية. إذا هذا بالنسبة لكيفية حساب معدل الدوري للمراقبة المستمرة. بالنسبة للسنة الأولى والثانية قلت لكم ما كانش امتحان، فقط معدلات المراقبة المستمرة، أما المعدلات طبعا الدورية للمراقبة المستمرة. أما المستجد بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي هنا وضعتها كملحوظة، كاين بالإضافة للسنة الثالثة إعدادي كاين معدل المراقبة المستمرة، كاين أيضا بالنسبة للدورة الأولى امتحان محلي، بالنسبة للدورة الثانية أيضا معدل المراقبة المستمرة بالإضافة إلى الامتحان الجهوي. غادي نشوفوا النسب هنا، بحال هنا السنة الأولى والثانية ما عندناش مشكل، عندنا قلت لكم وعيد مرة أخرى فقط معدلات المراقبة المستمرة، ولكن بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي بالإضافة للمراقبة المستمرة كاين هناك امتحان محلي وامتحان جهوي. هنا الإخوان بالنسبة أو التلاميذ الأعزاء بالنسبة للدورة الأولى بالنسبة للثالثة إعدادي معدل المراقبة المستمرة النسبة ديالو 15%، أما بالنسبة معدل الامتحان المحلي كيمثل نسبة 30%، يعني بالنسبة للدورة الأولى ما بين الامتحان المحلي
وما بين معدل المراقبه المستمره عندنا 30 زائد 15 هي 45%. اما بالنسبه للدوره الثانيه كاين معدل ايضا المراقبه المستمره اللي يحتسب كما الدوره الاولى بنسبه 15%. بالاضافه الى ذلك كاين معدل الامتحان الجهوي كتحتسب بالحصه الاكبر هي 40%. اذا 40 زيد لها 15 هي 55، زيد لها 45 هي 100%. اذا كتلاحظوا اعطيتكم واحد الصوره. هنا نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه من حلقات تدريس ماده علوم الحياه والارض. اتمنى ان الرساله قد وصلتكم معرفيه، وانني قد جاوبت على جميع الاسئله التي يطرحها التلاميذ. الى اللقاء مع حلقه مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.